يعملوه عايز، مفيش عندنا اي مشكله. انا هقول كلمتين بسيطين. اول حاجه طبعا انا سعيد جدا جدا بالتشريف كلنا، و اي حد بيشرفنا وبيظهر بيكون سعداء ان احنا بنتعلم من اللي جاي. لذلك بدايه انا بتمنى ان حضراتكم تكتبوا اي نقطه اي شيء تشوفوه غلط. احنا هدفنا ان احنا نوصل للصوره المتكامله المرضيه للناس كلها. برحب بالدكتور صلاح عرفه استاذي ومعلمي وكان موظف من اعقاب وابعاد كبيره جدا من الناس اللي بتشجع على المزرعه ومن الناس صاحبه الفكر ان ابتدينا ان احنا نكمل في المزرعه. احنا اساسا شركه متخصصه في الطاقه المتجدده في الويند والسولا في الميجا سكيل بروجكتس. اشتغلنا في راس جاي، اشتغلنا في الزعفران، اشتغلنا في البان، وحاولنا نعمل قطاع لفرع مش احنا لينا فرع السعوديه ولا فرع الاردن. والحمد لله يعني بنفخر ان احنا مصريين، بنفخر بوجودنا كشركه مصريه 100%. يعني الاردن حريصين ان ما يكونش معانا اي شركات، مش عشان عشان الهويه بتاعتنا، لان شركه مصريه مستمره كشركه مصريه. فكره المزرعه بمنتهى البساطه ان احنا حبينا نعمل قطاع للار ان دي في الشركه ونوجه جزء من دخل الشركه للار ان دي. فابتدينا كانت المشكله في استهلاك الطاقه، فكنت بتكسب ازاي انا شغال في رينيوبل انرجي وبعمل فاتوره كهرباء كبيره جدا في المزرعه. ابتدينا بالسولار بامب، هي الفكره جت ببساطه وهدوء من المنطق ده ان السولار بامب كانت اكثر حاجه بتستهلك الطاقه عشان سوري البامب. حاولناها ان هي تشتغل في السولار انرجي. انا بحترم العلم جدا ودايما بستشير اساتذه على شغل الاستاذ صلاح عرفه. فاستاذ مهندس زراعه يا جماعه في مشكله ان البامب بتدي كميه الميه فوق الدور، فانا مش هقدر اسال ده. عملنا سيرفي للارض، لقينا الارض مايله، اخذنا اعلى مكان فيها، عملنا حوار للاستاذ زراعه. الحوار كنا عاملين تقسيم الميه. بدات السولار بامب تطلع الميه على الخزانات العاليه اللي هتشوفوها. بعد كده جانا الدكتور تاني في الطب البيطري كان بيشرف على المزرعه، قال لنا يا جماعه حرام عليكم لازم نستغل هذه الاحواض، طب نعمل ايه؟ نعمل استزراع سمكي. جانا تاني استاذ من مدينه الزراعه، طب ما نستغل الاسماك في تسميد الارض. ابتدينا نختار انواع من الاسماك اللي هي بتدي مخلفات عاليه. طالع تقرير عملنا جزء من المزرعه بيتسمى في مخلفات الاسماك، لقينا ان قاومته الحشريه اعلى ويقاوم افات الحشرات. ابتدينا نفكر ان احنا نتحول الى الاورجانيك. ابتدينا فكره ثانيه ان احنا نعمل الطاقه الشمسيه للفور جريد، لان مشكلتنا في البطاريات عندنا المنصه بس راضي بالطاقه ان احنا لازم نحط توربين رياح. بالفعل عملنا منظومه تخرج كان هدفنا منها الحفاظ على عمر البطاريه. البطاريه عشان ما حصلهاش تشارجنج فقلنا يكون في تشارجنج جديد. عملنا منظومه الهايبر، بعد كده دخلنا مع الجامعه البريطانيه في تصنيع توربينة هتشوفوها حضراتكم دلوقتي. هي فيرتيكال اكس وين توربين زي ما احنا عارفين التوربينات نوعين، هي انواع كتيره جدا، بس في نوع اللي هو اكس توربين بيكون الهوريزونتال واللي بنشوفه العاديه، والتاني بيكون اكس فيرتيكال وده اللي بنشوفه. عملنا التوربينة دي بمكون نسبه مكون عاليه محلي في مصر. بعد كده دخلنا مع مصر كتير وجامعه عين شمس في تصنيع توربينة ثانيه للديفيوزر. الديفيوزر هدفه ان هو يزود الويند سبيد، ان انا عندي مكان زي هنا هو مش مكان ملائم لطاقه الرياح، بس البحث العلمي مش هنجح. فكانت الفكره ازاي نزود طاقه الرياح، عمل ديفيوزر ان هو يجمع الرياح ويزود سرعه الرياح على التوربينه ونشوف كفاءتها ونشوف امكانيه التصنيع المحلي. بعد كده دخلنا مع وزاره البيئه في تصنيع رياح البايو جاز، لان الاستابيليتي للطاقه المتجدده، يعني هي دايما بتقول ان الطاقه المتجدده هي طفل الرياح. انا مش شمس اقدر اقول الطاقه، لكن مشكلتي في تاثيرها. فكانت الفكره في التنوع في المصادر، ففكرنا في البايو جاز. ميزه البايو جاز ان هو انا لو عندي مخزون من الغاز ومش عندي شمس مش عندي رياح، بفتح الغاز بشغل جنريتور بيشتغل بسرعه جدا. وده الفكر اللي احنا بنحاول ان احنا نطلعه مع البحث العلمي مع الاشتراك مع عده جامعات، ان المحطات الكونفشنال حضرتك في النهار احنا شغالين بالطاقه الشمسيه. لو انت قدرت ان وقف محطات الكونفشنال ما بيقدرش يوقعها، لان لو وقفت تماما هتحتاج من 6 الى 8 ساعات عشان تشتغل. افضل الحلول هو الاعتماد على البايو جاز. البايو جاز اقدر اشغل مباشره الجنريتور او
هايدرو انرجي زي السد العالي، السد العالي مجرد ما يفتح الميه هتنزل هتولد توربينات، مش محتاج لوقت التسخين. فابتدينا ان احنا نعمل الوحده الجديده بتاعتنا اللي احنا عاملينها، عاملينها برضه بالتعاون مع نخبه من الاساتذه وبدعم من وزاره البيئه، ان هنعملها مونيتورنج وهنعمل فيها هيتنج وكولنج للطاقه الشمسيه. الهيتنج والكولنج للوحده دي ان الوحده اساسا معتمده على بكتيريا بتنشط عند درجه حراره معينه. الصيف لما بتعرف حراره البكتيريا بتموت، وبالتالي مش هيبقى عندي خد من الغاز او هيتنج، وفي الشتاء لما درجه الحراره تنزل تكون نفس الوضع. حاولنا نعمل المنظومه دي بالفعل، احنا اشتغلنا فيها وتقريبا نجحنا. عملنا واحده بروجرام ثانيه كونفشنال، ابتدينا على العماره زي ما حضراتكم شايفينها كلها عماره بيئيه ما باستخدام للخرسانه. نتمنى ان احنا ما نستخدمش الاسمنت اللي قدامنا، احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نحافظ على البيئه. الصرف اللي عندنا فاصلين الصرف بتاع العاملين في المزرعه، الجري لوحده والبلاك لوحده، الجري بنعمله ريشن من اللازم تحت الارض، والبلاك عامل له ورقه بروجرام ثانيه بحيث ان هي توزنهم لزياده الملازم بتاعتهم. زي ما قلت صباح علمنا وقالنا دايما ان العنصر البشري، البشري بيكون اساس النجاح. عملنا سكن العاملين كله بنفس السكن، كنا عاملين استراحه كانت هي شخصيا، عملت سكن العاملين بنفس الطريقه على اساس ما يبقاش في تمييز، بنفس التشطيب بنفس كل حاجه. ابتدينا ندرب حتى العمال الوسطاء على اسلوب المحافظه على نظافه المكان اللي هو فيه. لاحظنا ان احنا لما بنعالجه في مستوى كويس ونحافظ عليه وبيلاقي الحياه مريحه، المياه نظيفه من كل حاجه، ابتدى التدريب بتاعنا. هنا علمناهم مفهوم ثاني، انك في بيئه زراعيه لابد انك تزرع كل شيء، يعني انت هتشوف حاجات كتير هنا مزروعه هي بهدف انه ما يصحش ان فلاح وبيطلع يشتري حاجه من بره. عملنا صور زراعيه وصور جدا مطور فيها للبحث العلمي. الصور الزراعيه هدفها عندنا انه ينتج اكل، فبيزرع بسله، بيزرع فاصوليا، بصل، ثوم، كوسه، خيار، بطيخ، كل الحاجات اللي هو ممكن يعملها.